السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وانتم طيبين وبخير، وبمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات، وبمناسبة طبعا السحور وكده، فدايما احنا بنحتاج في السحور تعتبر الوجبة الأساسية الفول، فنحب طبعا يعني أفضل حاجة ان احنا نعمله في البيت، وطبعا بعمله بطريقة حلوة وبحط له حاجات تخليه حلو وكويس وفاتح. هنحتاج طبعا لكيلو فول او كيس فول عامة، يعني بنغسله كويس وبعد كده نحطه في حلة او اي حاجة عشان نغليه، ونحط عليه المية، وبنحتاج له لمعلقتين نشا وواحدة وطماطماية وواحدة ليمون مقشر. وهنحطه على النار، وخطوة ان احنا نحطه على النار دي طبعا مفيدة جدا بالنسبة لكل البقول، لان البقول بيبقى فيها في القشرة بتاعتها بيقولوا نسبة سموم، فلما احنا نغليه ونصفيه من المية دي بيعتبر شلنا اللي هي السموم اللي بيقولوا عليها دي. انا مش عارفة طبعا يعني مش متأكدة من المعلومة، بس انا سمعتها زمان ولسه مركزة فيها، يعني عشان كده بيقولوا سواء الفاصوليا او اللوبيا او الفول لازم يتغلوا وبعد كده يتصفوا ويتسووا، يعني يتطبخوا. وكده هو هيبتدي يغلي، هسيبه لمدة 10 دقايق وبعدين اصفيه. هو كده فات ال10 دقايق، فهصفيه بقى واحطه في الحلة اللي انا هسويه فيها. حتى المية غامقة اللي هي بتاعت اللي انا سلقته فيها. كده خلاص بعد ما صفيته كله حطيته في الحلة، بقى هضيف له الاضافات اللي انا بحطها عشان يبقى حلو وفاتح وكده وطعمه كويس، الطماطماية والليمونة المقشرة ومعلقتين النشا. وطبعا هضيف له المية، ومش هغطيه خالص الا لما يبدأ يغلي. وانا بقلبه دلوقتي بعد ما حطيت له الميه لحد بس ما يبدأ يغلي، عشان خاطر انقله على العين الصغيره او اوطي العين الكبيره عليه. هو المفروض طبعا الفول معروف انه بيتحط في دماسه، بس انا مش بحبها لانها بتبقى صعبه في التنظيف، يعني لانها صغيره من فوق وكبيره من تحت، فمش عارفة برضو ايه الحكمة، يعني ان هم كانوا زمان يقولوا لازم الفول يتعمل في دماسة وكده، بحسها ملهاش لازمة، يعني بعمله في الحلة وبيمشي الحال وبيطلع حلو يعني وكده، ومفيش احلى من كده بصراحة. بس ف هغطيه بس اول ما يغلي، وهنقله بقى على العين الصغير، يقعد 5 ساعات، 3 ساعات، 4 ساعات، مش هياخد وقت لان انا غالية قبل كده يعني مصفية. بس هو كده خلاص استوى الفول، وشايفين لونه احمر وحلو. وان شاء الله هيعجبكم لو عملتوه بالاضافات اللي انا قلتلكوا عليها. واول ما تفتحوه تقوموا، يعني يا ريت اول ما يبرد بعد ما تقفلوا عليه تنقليه في علبة، او بعد ما يبرد تحطيه في اكياس اللي هي اكياس الساندوتشات دي وتشيليه في التلاجة، هتلاقيه لونه يفضل محتفظ بنفس لونه ما يغيرش، غير اما تفضلي سايباه في الحلة لونه بيغير، فلو لونه غير تشيلي الوش بس وتحطيه. وزي ما انتم شايفين الفول اهو. لو عجبكم بقى ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.